ختمنا الحلقة اللي فاتت بكلام عن شعورنا بالتعاطف مع المشرع لو فكر يعدل قانون الأحوال الشخصية المصري، وهنبدأ حلقة النهاردة بالمزيد من التعاطف مع أي حد هيتصدى للملف ده، لأن ما توقعته حدث. هاجمني الطرفين شعورا من كل طرف بإني تعاطفت مع الطرف الآخر ونصرته عليه. السادة المشاهدين الأعزاء، في المواجهة مع النفس دائما ما نتحدث قليلا ونسمع وننصت كثيرا. إحنا حاولنا نحقق أقصى درجات الإنصاف والحياد وما زلنا نحاول. يمكن نقدر نوصل لحلول توافقية تفيد الطفل والأسرة. في الحلقة اللي فاتت طرحنا أسئلة حوالين أسباب انتشار الطلاق، وهو سن الحضانة الأنسب، واستمعنا للجميع بكل احترام وتقدير. والنهاردة نبدأ بطرح الملف الأكثر سخونة في قضايا الأسرة، وهو ملف الاستضافة والرؤية. خلينا ندور عن الحلول العادلة، خلينا نحاول نوصل للعدالة الناجزة في المواجهة.